السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وداري مع هند. اليوم ان شاء الله اقترح عليكم بريوات كيجيو زوينين بزاف للذات. كنقول لكم بارك وعواشركم، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه دائما يا ربي، ونتمنى من الله انه يبعد علينا هذا البلاء يا رب، ونصوموا بخير وعلى خير يا سيدي ربي. نتمنى انكم تكونوا على خير ان شاء الله. غادي ندوزوا لطريقه التحضير والمقادير، مقادير اللي جد اقتصاديه لانها كتخرج لنا واحد الكميه ديال البريوات اللي كثيره ما شاء الله، واكيد تحتفظوا بها هكا في المجمد غادي تنفعكم، خصوصا ان البريوات معروف انهم كياخذوا لينا بزاف ديال الوقت. نحضرهم هكا ان شاء الله علاش لانش من الله نحيد علينا هذا البلاء، ونعرضوا على ضيوف باذن الله خلال الشهر الكريم. هنا عندي البصله، بالنسبه للبصله عندي بصله بيضاء، استعملوا اي بصله تشوفوها لكم غير بصله بيضاء كتكون صراحه زوينه. انا عندي جوج بصلات كبار اللي شلطتهم مزيان، اللي عندكم ديك الاله اللي كتشلط لينا هكا الخضار صراحه راه كتكون من الاحسن، كتحيد علينا بزاف ديال المجهود. هنا عندي حبه ديال الفلفله حمراء، يمكن لكم تستعملوا اي لون ديال الفلفله حتى هي اللي مشلضه مزيان. هنا عندي غير وحده خضراء وواحده صفراء، استعملوا اي نوع عندكم او اي لون، كل وحده دائما كيف ما كنقول عندها المذاق ديالها. هنا عندنا السمك، وعندي الزيتون. بالنسبه للزيتون هنا زيتون قطعته في البيت، يعني بحكم الظروف اننا ما كنخرج من المنازل، لهذا خديت الزيتون عندي بلدي وحاولت انني نقطعه بديك القطعه. غادي نوريها لكم دابا ديال بزاف الاخوات ما كيعرفوش، ودائما كنبغي نوريها خصوصا الاخوات اللي كيدخلوا هكا جداد باش يستافدوا اكثر. يعني هذه القطعه اللي كنفرموا بها الثوم كيكون فيها واحد الجهه هي هذه، كنحطوا فيها الحبه ديال الزيتونه وكنوركو بكل سهوله، وكتحيد لينا داك العظم او النواه ديال الزيتونه. صافي وتنقطعو تيولي عندي الزيتون هكا مقطع، هو الزيتون المقطع كيزيد هكا في الكميه ديال الحشوه، ما عندكمش ماشي ضروري. جوج المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، عندي واحد الحبه ديال الحامضه غادي نعصر فقط غير واحد قطرات منها حتى لجوج المعالق، ثلاثه الفصوص ديال الثوم اللي ما بغاش يستعملو خصوصا خلال الشهر الكريم، يعني ما كنستعملوش هكا، يتستعمل غير في الصواحل يعني ما كيديرش لينا الريحه بزاف. عندي هنايا راس معلقه صغير ديال الكمون، ما نديروش اكثر باش ما يجيناش النكهه او المذاق ديال الكمون يجي غالب على المكونات الاخرى. عندنا راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، راس معلقه صغيره ديال التحميره، وسكينجبير، الكركم، انا عندي الملحه ودائما الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، ومعلقه ديال الزبده باش غادي نقليو كتعطي مذاق اكثر هي وزيت الزيتون. يمكن لكم تستعملوا زيت نباتيه او ما عندكمش الزبده ماشي ضروري. نستعمل واحد شويه ديال الهريسه، يعني السمك كيجي هكا بمذاق الهريسه. انا عندي هنا الهريسه مطحونه، لم توفر لكم هكا الهريسه اللي كتكون هكا معجونه نستعملوها ماشي مشكل، غنقصوا من الملحه انا كتكون فيها نسبه الملوحه. هنا عندي لاصوص صوجا او لاصوص صويا، صراحه هاد لاصوص صوجا اقتصاديه بزاف ومذاق كيعطي مذاق زوين لذيذ بزاف، وحتى في المعجنات ديالنا ملي كندهنوهم الفوق كتعطيهم هكا داك اللوين اللي كيجي زوين بزاف. غنستعمل هنا واحد شويه ديال الزعتر. بالنسبه هنا للسمك عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الحوت ابيض اللي منقي مزيان مقطع، استعملوا صدر الدجاج اللي متوفر لكم، اي نوع ديال السمك متوفر لكم استعملوه، يعني ماشي بشرط انكم تستعملوا هذا النوع اللي استعملت انايا. غادي نبداو بسم الله على بركه الله للطريقه. هنا فواحد الطنجره، يعني خديت انا واحد المقله الكبيره وجميله اللي كتكون هكا شي شويه مسطحه، لان يعني عندنا الحشوه كثيره. غادي ناخذ ديك المعلقه ديال الزبده اللي كانت كتعطي مذاق لذيذ بزاف، خصوصا ملي كنديروها ميلونج ما بين الزيت كتعطي مذاق اللي كيكون زوين بزاف. اللي ما كتبغيش الزبده او ما متوفره ليهاش يمكن ليها دير زيت الزيتون وزيت نباتيه او اي زيت متوفره لكم. تقريبا هنا الزيت غنستعمل واحد خمسة ديال المعالق ديال الزيت، زيت الزيتون كيعطي مذاق لذيذ وكيكون صحي احسن، وحتى الزبده صراحه كتعطي مذاق زوين للحشوه ديالنا. نحاول اني نذوب ديك الزبده مزيان حتى كتذوب ليا. وبالنسبه للنار كنأكد ان النار ماشي مهيله، بل النار اللي كتكون مرتفعه اكثر باش الخضار ديالنا ما كتطلقش لنا الماء نهائيا، باش دغيا كتنشف لنا دغيا كتوقف لنا الخضره. صافي نحاول اني نذوب ديك الزبده. نضيف هنا البصله، البصله اللي شلطنا،
دابا البصله البيضاء متوفره نستغلوها، كتجي هكا في الحشوات كتجي صراحه زوينه، كيجي المذاق ديالها زوين ودغيا كدب علينا يعني كتهبط ما كتبقاش واقفه. صافي نحاول اننا نقليها حتى كتهبط ليا غير واحد شويه ماشي بزاف، ما غنديرش التوابل نهائيا، دائما التوابل كنخليها اخر حاجه باش كتخلي المذاق ديالهم وما كتحرق ليناش. صافي نقليها مزيان على نار اللي كتكون مرتفعه باش ما كتطلق لياش الماء. صافي نقليوها حتى كتهبط لينا غير واحد شويه ومن بعد نكملوا باقي المكونات. صافي هنا غادي نغطي عليها بواحد الغطايه ديالها هكا باش كتبان لينا دغيا البصله، وغادي نضيف هنا السمك. يعني كنأكد ان السمك استعملوا اي نوع متوفر لكم، اي نوع كتفضلوا، ماشي بشرط تستعملوا هذا النوع اللي استعملت انا. صراحه البريوات من بين الحويجات اللي كي يكونوا لذاد، واكيد اي واحد كيبغيهم دائما ما متوفرش لكم السمك استعملوهم، ديرهم هكا بطيب السمك يعني حتى بصدر الدجاج، خصوصا اللحوم اللي كتكون هكا بيضه وكنضيفوا ليها المذاق ديال السمك او تضيف واحد المعيرقه ديال العطريه ديال السمك راه كيجي تماما بحال كتاكلو هكا الحوت. كيف ما لاحظتوا ضفت هنا واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص صوجا، لاصوص صوجا كتعطي لذة كبيره للحشوات ديالنا وكيستعملوها بزاف في المطاعم، والثمن ديالها تقريبا كيدير 8 ديال الدراهم دائما كنأكد، وكتبقى مده طويله تقريبا 3 سنوات كتبقى، يعني المده التلاحيه ديالها كتكون طويله تبقى عندكم واحد المده. صافي هنا ناخذ دوك الفصوص ديال الثوم نحكهم مزيان ونقليهم هكا مع السمك باش كيزيد كيلذاد. كيف ما لاحظتوا البصله راه كتطلق الماء ديالها خصوصا هاد البيضه، لهذا من الاحسن ان النار تكون مرتفعه. نضيفوا التوابل، عندي هنا الكركم استعملت معلقه صغيره بزاف من كل حاجه، كركم سكينجبير التحميره الابزار والكمون، ما تنكثروش ما تنزعموش بزاف في الكمون باش ما تيجيناش داك المذاق ديالو غالب على باقي المكونات. شويه ديال الهريسه ديروا هكا بمذاق الحروره، عندكم هكا وليدات صغار من الاحسن اننا كننقصوا واحد شويه الكميه. عندي تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، وانا كنحرك وكنقلي مزيان هكا باش كاع المكونات كتزيد تشرب العطريه وفي نفس الوقت كيتقلاو لينا. انا بالنسبه للخضار عندي الفلافل استعملوا اي نوع متوفر لكم. بالنسبه للملحه دائما كنقلوا الملحه ما كنكثروش، كنديروا بعين اعتبار ان لاصوص الصوجا مالحه، وحتى الزيتون يعني اللي شريتو داك اللي كيكون هكا على برا راه كيكون مالح، لا درتو الهريسه اللي كتكون هكا على برا راه كتكون فيها نسبه ديال الحراره اكثر. صافي من بعد ما كنقليهم كنضيف لهم شويه ديال الزعتر، عويده ديال الزعتر هكا، وواحد 2 المعالق ديال قطرات ديال عصير الحامض. هنا عندي شعريه ديال الاروز استعملوا 2 أو 1 اللي متوفره لكم، اللي كنضيفوها هكا في شويه ديال الماء سخون حتى كتلق راسها، وكنقطعوها بالمقص. كاين اللي كيحاول انه كيشحرها هكا مع شويه ديال التوابل، صراحه ما كتعجبنيش المشحره لانها كتجي معجنه وكتدقص لينا، لهذا نديروها غير في ما شويه طايب. صافي نقطعها بالمقص وتنخلطوها هكا بالحشوه ديالنا مزيان باش كتزيد كتلذاد وكتشرب لينا داك المذاق ديال التوابل. صافي من بعد غنضيف الزيتون، كنأكد الزيتون ما متوفرش يعني ماشي ضروري، غير كيزيد لينا في الحشوه يعني كيزيد هكا في الكميه ديالها كتكون كميه كثيره. يمكن لكم تستعملوا الشامبينيون اللي متوفر لكم هكا استعملوه. صافي غنحيد دوك العويدات وغادي ندوز نحضروا البريوات ديالنا. هنا كناخذ واحد الاناء كيكون فيه شويه ديال زيت نباتيه باش ندهنوا الورقه ديالنا باش ما كتجيش ناشفه وكتجي مقرمشه، وكناخذ واحد 2 المعالق ديال الدقيق، نحاول انني ندير لهم تقريبا واحد 3 معالق ديال الماء، نخلطهم حتى كنحصل على قوام اللي كيكون هكا بحال شكل كريمه باش كنلصقوا البريوات ديالنا. صافي نحاول انني نقطع الورقه على 2، انا حاولت اني نقطعها بالمقص من الاحسن يعني كتجي سهله هكا وكتجي مقاده مزيان. يعني هاد الكميه تقريبا خرجت لي ما شاء الله 25 بريوه، يعني ماشي بريوه لي صغيره، البريوه لي ما شاء الله يعني كبيره عامره بالحشوه تبارك الله. وهكايا كتبقى الكميه على حسب افراد الاسره ديالكم،
يعني يمكن لكم تحتفظوا في المجمد او تناولوهم هكاك. صافي هنا كندير الحشوه ديالي، كنأكد ان الحشوه ضروري ما تكون بارده باش ما كترتق لكمش الورقه، وكنبدا كنطوي خصوصا الاخوات ما كيعرفوش هكا يطويو البروي، يعني حاجه اللي ساهله بزاف. حاولت انني نديرها بالعرض البطيء باش هكا الاخوات ما كيعرفوش يطويو البريوه توصلهم الفكره اكثر. صافي هنا من بعد يمكن لكم داك الزائد ديال الورقه تحيدوه، انا بالنسبه ليا ما غاديش نحيدو، نخليه ما كاين لاش يضيع. نحاول انني ندير داك الخليط اللي ضفناه هكا ديال الدقيق مع الماء وتلصقوا به. كاين اللي كيدير صفار البيض او بياض البيض ديال السقوي، ما كيعجبنيش لانه من بعد ملي كتبغوا تقليوهم او ديروهم في الفرن كيطلق لك شكوشه. من الاحسن انني نديرو هكا الدقيق اللي كيكون مع الماء، من الاحسن يعني بحال بحال، سواء قليتوهم سواء دخلتوهم الفران كيدير ديك الرغوه هكا والكشكوشه. من الاحسن ما تضيفوش نهائيا بياض البيض، انا ما كنضيفوش، يعني كنضيف هذا الخليط. صافي كيف ما لاحظتوا كنبقى مستمره حتى كنكمل البريوات ديالي في واحد الصفيحه. كنا بغينا ندخلوهم المجمد، غادي نوريكم كيفاش تدخلوا من المجمد. يعني بتدخلوا من المجمد كديروا واحد البلاطو، كديروا بري واحده بريوه وكتدخلوهم حتى كيتجمدوا كيوليو قاصحين تماما. عاد من بعد كديروهم في بلاستيك غذائي، وكل مره كل ما كتبغيو تجبدوا منهم كتجبدوا الكميه اللي كتبغيو، ما كيتلاصقوش نهائيا بهذه الطريقه. يعني جربوها، ناخذوا البريوه ديالنا واحده حدا واحده فواحد البلاطو، ندخلهم مجمد حتى كيقصحوا مزيان وكيشدوا في راسهم، عاد كنخرجوهم ونديروهم في بلاستيكه هكا. من الاحسن بلاستيكه ما كياخذوش لينا المساحه نهائيا في المجمد. كنت غادي ندخلهم طيبوهم، يعني كنديرهم في واحد الصفيحه ديال الفران اما فيها ورق الزبده اما ما فيهاش. ناخذ واحد البيضه نضيفوا ليها معلقه ديال لاصوص صوجا، كتعطيهم هكا الويل اللي كيكون محمر وزوين. دهنوهم، دخلوهم الفران، شعلوا لهم من الفوق ومن التحت، ان كل شيء طيب فقط الا الورقه ديالنا هكا اللي تقرمش لينا وتحمر لينا. انا كنفضل خصوصا يعني في رمضان ان ناكل حاجه اللي تكون صحيه، يعني ماشي ضروري اننا ما نديروش القلي، ولكن ما امكن اننا ما نكثروش فيه بزاف باش هكا نحافظوا على الصحه ديالنا. كيكون هذا الشكل النهائي ديالهم، كتجي الحشوه زوينه بزاف، كيجي بصراحه لذاذ الحشوه، كتجي ولا اروع، واخا الكميه ديال الحوت اللي قليله بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي ارائكم وتعليقكم اللي كتحفزني، وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه، مع السلامه، تحياتي لكم.